السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على راسي انا مرحبا. تكلمنا عن اجواء مدينه الموصل. والله الاجواء الحمد لله كل زينه. موسم الشتاء طبعا شويه حركه شويه ما مثل الصيف، والحمد لله كل اجواء زينه. قوات الامنيه تعاونوا ويا الناس وسهل امر العالم، والحمد لله الحمد لله كل زين وضع الامن. بلش قاعد تفتحون بلش قاعد تعزلون؟ والله نحن نفتح بالثمانيه لل 11. من 8 إلى 11. نعم. حركة الحمد لله الحمد لله الحمد لله باقي العالم، والله كل الحمد لله باقي العالم باستمرار الحمد لله والشكر. شو الطالب من المواطن؟ شو الطالب من القوات الامنيه؟ والله دائما يصيرون سند للمواطن، يتعاونون وياه ويصيرون معاملتهم زينه، وحتى المواطن يسهل امرهم وعنده شيء يبلغ على القوات الامنيه، تسهيل امر واحد يسهل امر الاخر. رسالتك الى المسؤولين و الاجهزه الامنيه في الموصل؟ والله يكونون يساعدون المواطن، دائما يساعدون المواطن، يساعدونه بالفقير او الزنقين، يعني يساعد الفقير ما به شيء، التواصل حلو. والله الاوضاع كلش طبيعيه وجميله جدا، مثل ما تشاهدون اقبال العوائل على المطعم وماكو شيء. شلون اقبال الناس عليكم؟ بلش قاعد تفتحون؟ بلش قاعد؟ والله المطعم هو نظام 24 ساعه بس كالعاده، يعني الاستقبال العالم من الساعه 8 الى الساعه 2 3 بالليل. يعني اقبال جيد جدا؟ جيد جدا. من قبل نقول الناس يعني افضل صراحه، افضل من ذاك الاسبوع، تعرفون ظروف. مع العلم انه المدينه تحررت صار لها سنه ونص تقريبا، اختلفت الاوضاع مالتها؟ يعني نشوفها احسن من قبل ولا اكو تدهور؟ يعني مستحيل مقارنة، أكو اختلاف كثير. يعني نقول المدينة آمنة أفضل من قبل بكثير. آمنة، وأقدر أقول لك أنه أكثر مدن أكثر مدينة آمنة بالعراق حاليا هي الموصل. نعم. رسالة توجهها إلى المواطنين وإلى القوات الأمنية وإلى المسؤولين في الحكومة المحلية؟ بس أقول لهم كلام واحد، عينكم على الموصل فقط بس. رسالتك إلى المواطن؟ أي مسألة أساسها النجاح هو التعاون، إذا ماكو تعاون ما يصير أمام، ولا نرجع للمربع الأول إن شاء الله. ما نرجع إن شاء الله. تقييمك للوضع الأمني خصوصا بعد تحرير المدينة سنة ونص، شلون تقيمين أنت كمواطنة موصلية؟ جيد جدا، يعني من بعد الأحداث من 2003 و 2014 كلش مليح الحمد لله. يعني كهاي السنة اللي تحررنا بها الوضع الأمني يقول جيد جدا بها؟ جيد جدا. أفضل من السنوات اللي راحت؟ إي نعم. مطالباتك ورسالة توجهيها إلى المواطنين من أهالي مدينة الموصل والقادة والمسؤولين في الحكومة؟ أتمنى الحفاظ على الأمن، وأتمنى موضوع يصل إلى وزير التعليم العالي. أنا طالبة سادس علمي، طلعت معدل 96.9 ولكن قبولي طلع في المعهد الطبي بس. يعني انتم المعدلات اللي انضريتوا بها 96 طلع لكم معاهد، المفروض تطلع لكم كلكم طبيه؟ نعم مجموعه طبيه. ان شاء الله يصل صوتك باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله عيني. حياكم الله. تكلمنا عن الاجواء في مدينه الموصل، برايك شلونها؟ كثير طيبه الحمد لله، كثير طيبه والامان فول والحمد لله، ما كشفنا امان من 2003 الى حد الان. الاسواق بمنطقه الزهور بلش قد تفتح؟ بلش قد تعزل؟ والله التفتيحه تقريبا تصير من الساعه 10 11 اي الى 12 بالليل ليل وحده. يعني باقي واقبال الناس موجود لليل؟ اقبال الناس كثير حلو والشغل كثير حلو، خصوصا بعد تحرير المدينه، صار سنه ونص على تحرير المدينه. تقييمك للوضع الامني شلون تشوف؟ كثير حلو، الله يديم علينا هذا الامان. رساله توجهها الى المواطنين من اهالي الموصل والقاده والمسؤولين في الحكومه المحليه؟ الرساله مالتنا احنا نريد يعني يوفرون بعد، يعني السيطرات شوي تعطي مجال للناس، يوفرون الازدحامات، يعني الزحامات عندنا فرد مره صايره. ونريد يعني من القوات الامنيه جماعه الماطورات يعني عايز يزعجون الناس فرد مره، خاصه الماطور العيتاني الايراني.